يتعرض ورثة المرحوم نور الدين طلال لأبشع أنواع الظلم والطغيان من طرف محامية متنفذة تنتمي لهيئة ستات. هؤلاء الورثة يكسرون محلا تجاريا كائنا بزنقة يوسف بن تاشفين لمدة أكثر من 30 سنة، يؤدون جميع مستحقات الكراء والضرائب حيث يتوفرون على السجل التجاري. لكن هذه المحامية المالكة للمحل المذكور رفعت دعوى قضائية ضد هؤلاء الورثة مطالبة بإخلائهم للمحل، وللأسف كان القضاء في الصف المحامية ضد هذه العائلة المتكونة من 4 أفراد والتي تعتبر هذا المحل مصدر رزقها الوحيد. أخطر من ذلك هو تواطؤ المجلس البلدي مع هذه المحامية، حيث مدها بوثيقة تحث على هدم المحل رغم عدم خروج أي لجنة لعين المكان. أنا من اللي تزوجت براجلي لقيته عنده، جيت أنا في 86 لقيته عنده من شي 35 عام دابا اللي عنده. أنا لقيته من اللي جيت لقيته عنده خدام فيه، دابا مات هو في 91. ملي مات في 91 بقيت أنا عايشة في داك المحل، أنا وليداتي هو المصدر اللي كنعيش به أنا وليداتي. بقيت نخلص الكرا، نخلص الضريبة، نخلص الواجبات اللي جات فيه كنخلصها، ياك عادو ريجيس كومير ديالو عندو القوانين ديالو. دابا هاد السيدة حنا كنا كارين مع دمها، خلص أمها اللي كنا نخلصو من عندها. دابا ملي عاد يالله شرات جات عندنا، ملي جات عندي قالت كدي أنا خرجي ليا من المحل، خرجي ليا من المحل، أنا بغيت نبني. اللي قالت لي بغيت نبني قلت ليها واخا، قلت لها بغيتي تبني انا ما نحرمكش من البنيان ديالك وما نحرمكش الا بغيتي تصرفي المحل ديالك وداكشي بغيت بني، ولكن حاجه وحده ديري معايا التزام، ديري معايا التزام نخرج لك انا اليوم ما نخليش الغدا، وبني محلك وملي تسقفي ردي لي المحل ديالي نخدم فيه. قالت لي لا، قالت لي ما غاداش نرقبها ونخليها، ما غاداش نبني باش نكذب عليك ونقول لك غادا نرقب. ايوا قلت لهم غادا نمشي، قلت لي دبر راسك، انا المهم انا المحل ديالي بغيتو. قلت لي انا ما يمكنش لي نخرج انا من المحل ديالي، انا باش غنعيش، انا عندي 3 دراري ما خدامين، غنمشي انا وليداتي، ما عنديش فين غنمشي انا وليداتي. ايوا قالت لي لا انا ما غاداش تخوي لي المحل ديالي. ملي ما بغيتش مشات للسلطات، مشات جابت ليا، قالت جابت ليا ورقه من البلديه. ملي جابت ليا ورقه من البلديه في ظرف 3 ايام، ملي مشات للسلطات مشات دعاتني، درت انا المحاميه الاولى. ما حسيت انا المحاميه كنمشي لها تقول لي راه هاكين راه الدعوه كاينه راه مزيان راه غادي مزيان، تاخا حكموا عليا بالافراغ. ملي حكموا عليا بالافراغ جيت ثاني مشيت درت سميتو، مشيت استانفت. ملي استانفت مشيت ثاني درت محامي اخر، ملي مشيت ثاني درت محامي اخر نمشي عنده. اليوم كنا بنمشي ولدي كيحضر الجلسات، اليوم يحضر الجلسه ما كيحضرش المحامي، ما يحضر لا في الاول. ملي كنقول لك كيقول لي لا حنا كندوه، وفين كيدوه ما كاينش، فين ما يمشي للجلسه ما كيحضرش، وحكموا عليا ثاني بالافراغ. اش غندير انا؟ فين غنمشي انا؟ السلطات ما عطاتنيش حقي، وعطات هي حقها. علاش انا ما عنديش حق؟ وانا كنخلص قوانين، عندي ريجيس كوميرس، عندي ورقيه، عندي كلشي، وما هربش لهاد السيده. انا قلت لها ريقبي، انا ما هربش لها من الريب، ما هربتش لها، قلت لها ريقبي محالك وتستغلي وعطيني انا حقي. فين غنمشي انا؟ انا مدت مع 34 عام ولا مع 35 عام وانا شاده المحل ونمشي بلا حق؟ فين هو هاد الحق عندي؟ فين هو هاد الحق؟ الحق فين هو؟ واش ما عنديش حق؟ لا ما كانش عندي حق، قولوه لي خلوني نخرج انا ندعي في القلا ولا ندير خزانه في الزنقه، خزانه في الزنقه وراه نموت تم، راه نموت على داك الحانوت نموت فيه، رانا نموت على حانوتي، ما عنديش فين نمشي. ما خدي 3 دراري ما خدامين، شاو ما خدم قراو وما خدموش، دفعوا حتى واحد ما تا شركه وتا حاجه ما خبطت عليه، مشاو تعرضوا للدوله، تعرضوا لكل شيء، ما نجحوا حتى في امتحان. انا فين غنمشي انا ولاد؟ نمشي للخلا نبركتم رانا ندير خزانه ونبرك في الزنقه. ياسين طلال أحد الورثة، شاب معطل حاصل على عدة شواهد ودبلومات، يؤكد لنا دور المحل كمصدر عيش بالنسبة له ولجميع أفراد عائلته. هذا المحل موضوع النزاع بيننا وبين المحامية بدأ هذه عام تقريبا، بعد ما كنا خدامين فيه كالعادة وهو مصدر الرزق الوحيد اللي كان عندنا أنا وخوتي وعائلتي، اللي كان من نهار مات الوالد وحنا لقينا هذا المحل كناكلو فيه وكنشربو فيه.
دا على اساس جا على اساس واحد القرار خذاته من المجلس البلدي واللي عطاه ليها رئيس المجلس البلدي بمساعده بعض الاعضاء. سينا لها قرار بان الدار اهله للسقوط وهي عباره عن دار سفليه ما حلاتش وطابق سفلي. عطاها واحد القرار بلا ما يخرج لها لجنة بلا ما تخرج لها ناس تعاين المكان بلا سينا لها قرار من البيرو ديالو. ما عرفناش حنا هاد رئيس المجلس البلدي واش اللي جا عنده على شي قرار كيعطيه ليه، ما كاين دي كوميتي ما كاين لا لجنات كتراقب هادشي. بغينا نشوفوا هنا كيفاش رئيس المجلس البلدي كيتعامل مع هاد الامور اللي كتجي عنده، كيفاش كينصف ناس ما عندهم حق في واحد جهة وناس عندهم بزاف الامور، وسيرتو ان المحل هو محل تجاري. كيتخلصوا ليه الواجبات الكراء، كيتخلصوا ليه الضرائب ديولو، كيتخلصوا ليه جميع القوانين ديولو. ومع العلم ان هذا المحل راه هو مصدر رزق ديال عائله فيها اربعه الناس، فيها ام اللي هي ارمله ومات زوج ديالها من سنه 1991 وهي اللي كتعيش به هاد الوليدات اللي يمكن وصلوا لواحد السن وما لقاوش اللي ينصفهم وما لقاوش اي حاجه اللي ياخذوا بها طرف الخبز، كيعيشوا به كاملين كيصيروا به. ما عرفناش حنا واش المصير ديالنا من بعد هاد القرار اللي عطاه رئيس المجلس البلدي، واش المصير ديالنا غيكون مصير هاد الناس اللي مشاو كيمشيو كيديروا وقفات احتجاجيه في الرباط، واش كيديروا الفوضى في البلاد؟ كيفاش غنكون حنا كيفاش غنعيشوا؟ واش نبقاو عايشين في هاد المحل وناكلوا منه ونكونوا كاي ناس؟ مع اننا هاد السيده اللي كنقولوا حنا ما هاربين ليها من شي حاجه، كنقولوا لها ريبي عطينا مده عطينا قوانين ديالنا وحنا معاك، حنا مع السلامه ديال الساكنه ومع السلامه ديال البلاد ومع السلامه ديال المواطنين. حنا هاد حنا ما ما ما, ما كاينين الا باش نساعدوا الدوله باش تمشي في الطريق اللي هي باغاه. حنا ما كنديروا لا فوضى ما كنديروا حتى شي حاجه في البلاد. حنا بغينا نشوف واش كاينه لجنه كتراقب رئيس المجلس البلدي لمدينه برشيد ولا لا، واش كيسيني اللي بغى يسينيه وكيعطي القرارات اللي بغى يعطيها بالموافقه ديال اشخاص زعما معاه في المجلس، واش كيستغل الحزب ديالو كيستغل الناس معاه موظفين معاه باش كيسيني القرارات؟ ما كيعاين ما كيخرج لعين المكان. ما عرفناش رئيس المجلس البلدي كيف يمكن انه يتعامل مع هذه الامور، وبغينا نعرفوا شكون هي السلطه اللي تقدر تحاسب رئيس المجلس البلدي، تنزل لعين المكان وتشوف هذه القرارات اللي كيتسيناو وخبايا الامور تعرف اش موراهم. واش داوي السلطه وداوي الجاه كيلعبوا بالناس الضعفاء والناس الدراوش؟ حنا ما طالبين حتى شي حد، كنقولوا الحق ديالنا وكنسولوا على بزاف د الحوايج اللي منهم كيفاش خدا هذا القرار، اشنا المسطره اللي تبع باش انه سينا واحد القرار لواحد السيده مع انه ما شاف حتى شي حاجه. حنا مع العلم وما عندناش خبره في القانون، كنعرفوا بالله كاينه كوميتي كتخرج فيها البومبيه فيها المقدمين فيها ناس السلطه فيها بزاف، كيفاش هاد السيده دات وجابت خبره ديالها وجابت ناس ديولها في مائده مستديره؟ يمكن علم الله كيف كانت الخبايا الامور. حنا ما كنسولوش على هادشي، حنا بغينا السلطات تشوف هادشي اللي واقع. بغيت نزيد امور اخرى، شنو هي ديال المحامين؟ واش كاين هاد الهيئه ديال المحامين؟ واش كاين شي حد واقف عليها؟ واش كاين شي حد كيقول لي ما شنو كديروا؟ كيشوف المصير ديال الناس اللي زعما ما عندهمش والناس اللي كيتعلقوا فيهم والناس اللي كيترجاو في انهم يخدموا معاهم يديروا معاهم. كانت عندنا دعوه لمده عام بدات على ايد امور ابتدائيه ومشات للاستئناف. في الابتدائيه كانت عندنا ترجينا في واحد المحاميه انها تكون معنا وانها تنصفنا بعد ما تلينا لها بزاف الوثائق، لقينا بانها كتقول لنا احنا الناس اللي معانا في الحرفه والزميله ديالنا ما نقدروش نوبوا عليها. كانت هذه الهضره ديالها والهضره ديالنا نفس ديال المحامي الثاني اللي كيقول لنا احنا شوفوا شي محامي من هيئه اخرى من الدار البيضاء ولا من خريبكه ولا من حنا ما عرفناش هاد الناس المحامين واش كاين تما شي سلطه كتراقبهم وكتعرفوا شنو كيديروا. بغينا نعرفوا كيفاش هاد البلاد كتنصف ذوي الحقوق وكيفاش كتنصف ان الطبقه العاديه واللي باغي السلامه ديالها. حنا ما باغيين لا فوضى لا حتى شي حاجه في البلاد. حنا بهاد المشكل ترجينا بزاف المؤسسات، راسلنا مدير الديوان الملكي وحكينا ليه الموضوع على احسن وقدمنا ليه بزاف المرافقات منها نسخه من خبره اللي جناها من خبير محلف لدى الدوله اللي عطاها لينا وجا كيقول لنا ان الدار
غير آهلة للسقوط، وأنها عبارة عن سفلية ومثقفة بالزنك بالقصدير، ما كاين حتى شي يبني فوق منها. كيفاش أن هاد البناية كتشكل خطر على الساكنة، مع أن الساكنة تعاطفت معنا وعرفاتنا وكتشوف الحالة ديالنا، صوبات لنا إشهاد من طرف الساكنة اللي هو موقع من عندهم دار بدار، كيقول لنا أن المحل لا يشكل أي خطر على الساكنة بشاشا. حنا بغينا من هاد الناس اللي صيفطنا لهم وهاد الناس اللي ترجيناهم ينصفونا ويعطونا غير حقنا، حنا ما بغينا ما عندهم حتى شي حاجه، بغينا غير باش نستقروا في المعيشه ديالنا، خصوصا وحنا اننا ناس ما كنسعاو حتى شي حد، حنا ناس عندنا شواهد ديالنا، عندنا الامور ديالنا على احسن وجه، ما كنسعاو حتى شي حد وما كنقول حتى شي حد عطينا ديالنا، بغيناهم غير يشوفوا الملف ديالنا ويتعاطفوا معنا، يشوفوا غير الخروقات اللي وقع فيه، ابتداء من رئيس المجلس التجاري ديال مدينه برشيد وزياده على المحامي اللي في يدهم السلطه وفيهم بزاف د الحوايج، وياخذوا مع العلم ان هي محاميه وهي في الهيئه ديال المحاماه في مدينه برشيد، وانها هي كتبيع وكتشري وكتطبق وكتسيني وكتدير الحكم وعاد كدير لهم وما يحكموا عليه. شكون هما هاد الناس اللي قدروا ينصفونا حنا نمشيو عندهم؟ انا راسلنا ست المؤسسات، راسلنا وزير العدل والحريات، وراسلنا رئيس مؤسسه الوسيط، راسلنا مدير الديوان الملكي، ورئيس المجلس حقوق الانسان، راسلنا هاد الناس وكنترجاو فيهم يكونوا من بين اعلى السلطات اللي كاينه في البلاد، يشوفوا الملف ديالنا ويرافقوا بحالنا باش ما نكونوش بحال الناس اللي تشرب زرقزانه في الزنقه. وراه تكون متم، راه نموت على داك الحانوت، نموت رانا نموت على حانوتي، ما عنديش فين نمشي. حنا بغينا نشوف واش كاينه لجنه كتراقب رئيس المجلس البلدي لمدينه برشيد ولا لا، الهيئه ديال المحامين واش كاين شي حد واقف عليها. ساكنة الحي المذكور وجميع ساكنة مدينة برشيد والفاعلين الجمعويين والحقوقيين استغربوا هذا القرار الجائر وتكتل وتواطؤ لجميع قوى الشر ضد هذه العائلة الفقيرة من أجل طردها من المحل بطريقة غير قانونية.